السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المشاركة الثالثة حول مواضيع تهم الـ CMD والملفات الدفعية. أحيانا المبرمج الذي يستعمل لغة الباتش ينشئ مثلا برنامج معين ويريد أن يحوله إلى ملف تنفيذي حامل امتداد نقطة إكزي، طبعا لغايات متعددة، منها مثلا أن يحاول أن يخفي الكود الأكواد متاع الباتش متاعه، منها كذلك أن يجعل السكريبت متاعه أكثر احترافية ويشبه تقريبا البرامج الخارجية المستعملة في سطر الأوامر، ومنها كذلك مثلا أن يحول نوعا ما البرنامج متاعه إلى خدمة يعني سيرفيس، وكذلك غاية أخرى. طبعا الموضوع متاعنا هو كيف نحول سكريبت متاعنا الباتش إلى ملف تنفيذي حامل نقطة إكزي، وكيف وباش نعطيه زادة كذلك طريقة كيف نحول الملف الإكزي، الملف سكريبت متاعنا الذي تحول إلى ملف إكزي، كيف نحاول أن نقرأ الأكواد التي فيه، طبعا بطريقة معينة باش نشوفوها في هذه الحلقة. الطريقة هذه باش نشوفوها في هذه الحلقة ليست طريقة عامة لكل البرامج، ولكن طريقة غالبا تشتغل 90% مع سائر البرامج. نفتحوا هنا مثلا جوجل، مثلا نجمو نشوفوا باتش كومبيلر، هذا محرر سكريبت خاص بالباتش. نضغط على نكتب باتش كومبيلر، جينا العنوان ذا في سورس فورج كما تلاحظون دوت نت، ثم ندخل سورس فورج، نقول صور لهذا البرنامج، نعمل داونلود نتاعو ونحمل البرنامج نتاعنا. نفتح الان البرنامج الذي يشتغل بصلاحيه المدير، ندخل كلمه المرور نتاعنا، يفتح لنا البرنامج. شوفوا باتش كومبيلر فري، معناه فري وير، النسخة 16 كما تلاحظون، هو معناها محرر نصوص خاص بالباتش. نجم نكتبه مثلا ما نريد، في حتى الانتي ليسانس كذلك، نحطو ايكو اوف ايكو، هكذا جينا كما تلاحظون انتي ليسانس، نحطو مثلا تيست ديمو ونحطو بوز. هذا سكريبت نتاعنا الذي انشأناه، طبعا سكريبت بسيط جدا. هنا باش نشوفه فقط، هو معناها الموضوع نتاع الحلقة أكثره ليس معناها كيف نحول سكريبت نتاعنا إلى ملف تنفيذي يحمل نقطة إكزي، ولكن الأكثر هو كيف نقرأ الأكواد التي موجودة في هذا الملف التنفيذي. هنا نعمل سيف آز، نحطه مثلا نضعه في الديسكتوب هكذا، نسموه مثلا تيست ديمو نقطة بات سيف، عملنا سيف هذا الملف نتاعنا، نجم نفذوه هكذا، جينا كما تلاحظون تيست ديمو. الآن نشوفوا، نجيو لهنا، نمشيو للمجلد التام، نبحثوا على كل ملفات البات الموجودة في المجلد التام. طبعا الاس يعني ريكورس، يعني نبحث في كل داخل كل المجلدات الموجوده في المجلد التام. العلامه هذه يعني ان نبحث عن كل الملفات، اذا وضعنا هكذا نبحث عن المجلدات، وضعنا هكذا نبحث عن كل الملفات، والبي يعني ان نظهر فقط الاسم. شوفوا هكذا معنا كما تشاهدون حتى ملف من نوع بات. ترى الآن نعمل ترجمة، نستعمل مترجم كومبيلر هنا، كومبيل سكريبت، هذا سكريبت نتاعنا، نجمو نحطو هنا مثلا بريفيليج، نحطو مستخدم عادي، نجمو نحطو هنا فيرسيون مثلا نتاع السكريبت نتاعنا، نحطو مثلا هكذا، نجمو نضيفو كذلك أيقونة السكريبت نتاعنا من نوع نقطة إيكو، كذلك نجمو نضيفو كذلك ريسورس. نجم نضيف ريسورس اخرين لهذا الملف
ملفات أخرى ملتصقة لهذا الملف. نجم غير كذلك هنا الميتا داتا ديسكريبشن هنا مثلا وصف ولا كومباني نيم ولا كذلك هنا. الآن نعمل كومبيلاسيون الكود نتاعنا حتى يحوله إلى ملف تنفيذي. طبعا هنا فما شيء يلزم نقولوه، أغلب الكومبايلر هذوما نتاع الباتش لا يحول الكود باتش، لا يحول الكود باتش، ولكن ماذا يفعل هو في حقيقة الأمر؟ إنما يضع الأكواد الباتش داخل ملف تنفيذي. هذا معناها الشيء هذا في أغلب الكومبايلر متاع الباتش يضع معناها الأكواد الباتش داخل ملف تنفيذي. فإذا نفذنا ذلك الملف التنفيذي، ذلك الملف التنفيذي ينفذ ينشئ يعني من جديد ملف الباتش متاعنا ثم ينفذه كما باش نلاحظوا الآن. خليه كي هذا ملف التنفيذي متاعنا سي معناها دون هنا به. الآن هذا ملف التنفيذي متاعنا، ترى نشوف هنا ساعة هل هناك ملف باتش؟ ما عندناش ملف باتش هنا. هنا نفذ الملف التنفيذي متاعنا، نجم نحلو هنا بروبريتي، شوفوا ديتاي هنا غيرنا ماهو للنسخة كما تلاحظون، نجم نغيرو ديسكريبشن كل هنا به. الآن ننفذ ملف التنفيذي متاعنا، شوف هنا جاتنا تيست ديمو. نجيو ندخل الآن للتامب، نجد أنه أنشئ ملف في التامب حامل امتداد بات. ترى نقرأ الملف هذا، نجده أنه هذا السكريبت نتاعنا الذي كتبناه في هذه معناها في الايديو هذا. طبعا بقية الأكواد هي خاصة بالبرنامج، خاصة المتغيرات، هذه المتغيرات. شوفوا هنا الأكواد نتاعنا، يعني هنا عرفنا كيف ننشئ ملف إكزي. ملف الإكزي هذا ليس لا يحول أكواد نتاع الباتش، ولكن يضع أكواد الباتش داخل البرنامج الذي يضع أكواد الباتش داخل ملف إكزي كما تلاحظون. ترى الآن حطوا دير هكذا، طبعا هذا ملف. الآن نفذوا من جديد، جينا هكذا ترى نبحثوا من جديد عن الملفات، نشوفوا أنه أنشأ ملف آخر كذلك. في كل مرة ينشأ ملف آخر ثم ينفذه هكذا ثلاث مرات. الآن هنا عرفنا ثلاثة أشياء في هذه الحلقة. نجم هنا نستعمل هذا الايديو حتى نكتب أكواد أفضل للباتش. ثاني شيء كيف نصنع من الباتش نحوله إلى ملف حامل نقطة إكزي، وثالث شيء كيف نحول ملف إكزي هذايا نقرأ داخله الأكواد الباتش. طبعا الطريقة هذه معناها نجم نستعمله 80% مع بقية الكومبايلر التي تحول ملفات الباتش إلى نقطة إكزي. هنا يظل يوصلنا نهاية هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.